بونجور وسلام تو الموند، ميزون زابون ان شاء الله تكونوا كاع بيان. اللي راه جديد في القناة مرحبا به. اليوم فيديو مهم جدا وخبر عاجل. هنا كومبيس فرانس اضافت خطوة جديدة اجبارية يجب القيام بها. هنا في هذا الفيديو سوف اشرح لكم معنى هذه الخطوة وسوف اشرح لكم طريقة تطبيق هذه الخطوة. إذا مشاهدة كاملة للفيديو لمعرفة جميع تفاصيل موضوع اليوم المهم جدا. سأبدأ الشرح. ميزان مرحبا بالجميع، أتمنى أن تكونوا بألف خير. إذا خبر عاجل من كومبيس فرانس، هناك خطوة جديدة إجبارية اسمها شارت دي تيديون، يجب القيام بها قبل تقديم الطلب في كومبيس فرانس، قبل فاليداسيون دو فوتر دوسي شي كومبيس فرانس. هنا سوف أدخل إلى الحساب الخاص بي بواط باستال، حساب فقط قمت بإنشائه من أجل الشرح. سأدخل البريد الإلكتروني الخاص بي والمود باس وسنلتقي بعد قليل لأشرح لكم هذا الخبر الجديد والعاجل من كومبيس فرانس. إذا دخلت إلى الحساب الخاص بي بواط باستال. هنا فقط للأشخاص الذين لم تصلهم معلومة فيما يخص لنوفال كونديسيون، الشروط الجديدة فيما يخص لبروسيدور كومبيس فرانس، سوف أترك لكم فيديو سابق شرحت فيه جميع تفاصيل هذا الموضوع. الرابط سوف تجدونه مباشرة في صندوق وصف هذا الفيديو للحصول على معلومات أكثر فيما يخص لنوفال كونديسيون، الشروط الجديدة لبروسيدور كومبيس فرانس، الدراسة في فرنسا. أما موضوع اليوم كما شاهدتم في المقدمة خبر عاجل من كومبيس فرانس، قاموا بإضافة خطوة جديدة إجبارية يجب ملؤها. اسم هذه الخطوة كما تشاهدون هنا شارت دو ريتيديون، هنا هذه الخطوة إجبارية يجب ملؤها قبل فاليداسيون دو فوتر دوسي شي كومبيس فرانس. إذا سوف نضغط على هذه الخطوة الجديدة من كومبيس فرانس شارت دو ليتوديون. لكم هذه الصفحة كما تشاهدون شارت دو ليتوديون او زيتود ان فرانس كومبيس فرانس الجيري كومبان 2022-2023. سات شارت سادريس ا تو ليتوديون سويتو انتامي لا بروسيدور ايتود ان فرانس. هنا اذا جميع الاشخاص والطلبة الذين سوف يقومون بالديمارش كومبيس فرانس يجب ملء هذه الخطوة شارت دو ليتوديون. Elle doit être obligatoirement lue et approuvée afin de pouvoir poursuivre la procédure. هنا الإيميل الذي قمت بالتسجيل به سابقا لفتح البوات باستا الخاصة بي. هنا تكتبون نفس الإيميل في هذه الخانة. هنا voici ici correctement votre numéro de dossier DZ. Votre numéro de dossier figure sur votre compte étude en France. Voilà, تكتبون الإيدنتيفيون الخاص بكم مثلا دي زد او بيان ندير كوبي ندير كولي. انتم اكتبوا ليدونتيفيون الخاص بكم، هذا مثال فقط. فواي سيزي كوركتوم فوتخ نو اي برينو، هنا تكتبون الاسم واللقب الخاص بكم مثلا اكتب فارينس فلوكس كمثال. Voici ici correctement votre date de naissance au format. هنا تكتبون تاريخ الميلاد الخاص بكم بهذه الفورما. لدينا مثلا كمثال this this pardon 1987 كمثال فقط للشرح. Voyez indiquer votre espace Campus France de rattachement. هنا تختارون نوع Campus France. مثلا لدينا ألجي، عنابة، كونستانتين، أورون، تلمسان. مثلا نختار ألجي كمثال. هنا لدينا أولا Je m'engage à lire et approuver les conditions de recevabilité de mon dossier. لدينا A, B, C, D, E. هنا يجب توفر جميع هذه الشروط فيكم من أجل الضغط على هذه الخانة وي جو مونغاش. لدينا أولا با بلوس دان ردبلومون بار ديبلوم،
هنا يجب أن تعيد السنة أكثر من مرة. لدينا النيفو دو فرونسي إيكال أو سوبيريور أو بي أ، هنا يجب الحصول على أن تسد تي سي اف اس أو بي أ فما فوق. On a une régression de maximum une année. Exemple, en cours de M1, je peux postuler à L3, M1, M2, mais pas pour L1, L2. On a également, il peut être possible de M1 ou L3 ou bien M2, mais il peut être possible de L1 ou bien L2. On a une soumission d'un dossier complet dans la charte d'étudiant et dans les délais. امبارتي. هنا يجب ان يكون الملف الخاص بكم كامل، وايضا احترام المواقيت. خطوات لابروش دي كومبيس فرانس. عندنا هنا بور لو داب il faut avoir un minimum de 12 sur 20 au baccalauréat et 3 années de licence le diplômement. هنا فيما يخص الاشخاص الذين يتحصلون على شهادة البكالوريا ويريدون التقديم الى بريمير اني الاون اون فرانس. هنا يجب أن لاموين يجب أن تكون 12 في شهادة البكالوريا، وأيضا 12 في 3 سنوات في الثانوية، هنا بدون إعادة السنة. هنا هذه جميع الشروط شرحتها في الفيديو السابق لنوفل كونديسيون، الشروط الجديدة فيما يخص كومبيس فرانس. هنا عندما تضغطون على وي جو مونجاج معناه لديكم جميع هذه الشروط. لدينا اثنين جو مونغاج ريسبكتي لو كالندري اي لي زيتاب دو لا بروسيدور. بور بلوس دانفورماسيون كليكي ايسي. هنا يجب احترام لو كالندري اي لي زيتاب دو لا بروسيدور. هنا للحصول على معلومات اكثر على الكالندري تاع لي زيتاب دو لا بروسيدور كومبيس فرونس تضغطون على ايسي. انا جو مونغاج وي تضغطون على هذه الخانه. لدينا ثالثا جو مونغاج ا كريي اي يوتيليزي ان سول كونت سور ايتود ان فرانس. هنا وزالي انغاجي بانه سوف تستعملون حساب واحد فقط بواط باستال. وي جو مونغاج. رابعا جو مونغاج ا رومبلير كوركتومون مون دوسي الكترونيك ا سكاني مي دوكومون دون لو سونس دو لا ليكتور دو فاسون ليزيبل اي فيريفي سا complétude avant de le soumettre. Pour plus d'informations, cliquez ici. On a fait mes votre dossier électronique. Wa al-wathaiq yajib an takun wadhiha. Yajib an ta'akkud min sihhat jami' al-ma'lumat al-khassa bi hadhihi al-wathaiq qabl al-dhat 'ala soumettre. Hona yumkinukum al-husul 'ala al-ma'lumat fima yakhuss le dossier électronique bi-dhat 'ala ici. Hona je m'engage oui. خامسا je m'engage à vérifier régulièrement ma messagerie études en France et à lire attentivement tous les messages reçus sur mon compte. هنا مثلا قراءة الرسائل التي سوف ترسلها إلي كومبيس فرانس. Oui, je m'engage. لدينا 6. سادسا je m'engage à fournir des documents authentiques pour le traitement de mon dossier. La fraude est sanctionnée. Pour plus d'informations, cliquez ici. هنا يجب عدم تزوير الوثائق. ويجب أن تكون الوثائق صحيحة. وي جو مونغاش. هنا للحصول على معلومات فيما يخص هذا الموضوع تضغطون على إيسي. لدينا سابعا جو مونغاج أ بريزونتي أن تيست دو لونغ أو كور دو فاليديتي بور لا رونتري أونيفرسيتير أن فرانس إي مينيموم بور لونتروتيان سوف كانديدا ديسبونسي. بور بلوس دانفورماسيون سور لي كا ديسبونس كليكي إيسي. هنا فيما يخص امتحان اللغة الفرنسية يجب أن يكون valable 2 ans عامين، أو يكون مثلا valable حتى موعد المقابلة. وي جو مونغاج. لدينا ثامنا جو مونغاج أبخوند كونيسونس دي فخي دو لا بروسيدور أفون دو بيي. بور بلوس دانفورماسيون كليكي إيسي. إل إي أ نوتي كالكو رومبورسمون نو سورا بوسيبل. هنا فيما يخص لي فخي نتاع لا بروسيدور كومبيس فرونس سي 2000 دينار. يجب دفع هذه التكاليف. هنا لا يوجد هناك تعويض. وي جو مونغاش. تاسعا جو كومبخون كونيسونس دي في كالك رومبورسمون دي فخي نورا ليو سي مون دوسي ني با ريسيفابل او انكومبلي. هنا اذ لم يقبلوا مثلا الملف الخاص بكم او ناقص في الوثائق، هنا لي فخي التكاليف لن ترد.
Voilà. Oui, je m'engage. لدينا عشرا je m'engage après les frais de la procédure dans un délai de 48 heures après la soumission de mon dossier. Aucun dossier ne sera traité sans paiement. On a يجب احترام le délai تاع paiement في la procédure Campus France. لديكم 48 ساعة après la soumission de votre dossier. هنا إذ لم تدفعوا تكاليف لدراسة الملف هنا لن يتم دراسة الملف الخاص بكم. Oui, je m'engage. لدينا 11 après validation de mon dossier par l'équipe Campus France, je m'engage à prendre rendez-vous pour mon entretien pédagogique dans un délai de 62 heures. هنا عندما تضغطون على validation de votre dossier chez Campus France, هنا vous allez engager de prendre un rendez-vous, سوف أحجز موعد لاجتياز المقابلة في مدة 72 ساعة. Oui, je m'engage. Dès l'instant, le jour de mon entretien, je m'engage à me présenter minute de toutes les pièces justificatives demandées, médicaments originaux, ma convocation, pardon, et ma pièce d'identité, ainsi que potentielle pièce complémentaire. هنا في يوم إجراء المقابلة يجب أخذ معكم جميع الوثائق الأصلية والكونفوكاسيون وبطاقة التعريف الوطني الخاصة بكم وباقي الوثائق الأخرى المطلوبة من كومبيس فرونس. وي جو مونغاج. لدينا 13 جو مونغاج أ بريزونتي أن مون رونديفو 30 مينوت أفون مون أونتروتيان أو كان روتار نو سورا توليري تو روتار سورا كونسيديري كوم أون أبسونس. هنا يجب الذهاب إلى إجراء المقابلة في نصف ساعة قبل الدخول والقيام بالمقابلة. هنا يجب الوصول في المدة المحدودة لإجراء المقابلة ومثلا في حالة مثلا الروتار التأخر عن موعد المقابلة سوف تحتسب ك اون ابسونس. وي جو مونغاج. لدينا 14 aucun de retard ou d'absence, je m'engage à payer des frais supplémentaires 6000 dinars pour accéder à un deuxième rendez-vous d'entretien pédagogique fixé par mon espace Campus France. هنا مثلا في حالة الغياب في l'entretien أو التأخر هنا إذا ضغطتم هنا oui je m'engage معناه سوف تدفعون 6000 دينار 600000 زيادة من أجل أخذ موعد ثاني شي كومبيس فرونس لإجراء المقابلة. وي جو مونغاج. 15 جو بران كونيسونس دو في كون دو لي دو دو زابسونس مون دوسي دو كانديداتور اي اكسلو دو لا كومبان ايتود ان فرانس. هنا فيما يخص لي زابسونس تاع مون دوسي في حالة مثلا تغيبت مثلا مرتين سوف يتم الغاء الملف الخاص بكم la compagnie étude en France. Oui, je m'engage. Dans un stage, je m'engage à présenter avec un tenue correcte et adopter un comportement respectueux à l'égard des équipes Campus France. On a fait mes choses à Madar. Oui, je m'engage. On a, j'accepte et valide l'ensemble des points listés dans le chart de l'étudiant afin de poursuivre ma démarche étude en France. هنا وي جو لاكسبت. هنا مثلا يمكنكم حذف كل هذه المعلومات وإعادة ملء الاستمارة من جديد بضغط على إفاسي لو فورمولير. هنا في حالة ملء جميع هذه الخانات والموافقة على هذه الشروط تضغطون على أونفوي. هنا ستصلكم رسالة تقول بأنه تم قبول هذه لاشارت يوتيديون شي كومبيس فرانس. بالتالي سوف تواصلون باقي الخطوات بعد فايداسيون دو فوتر دوسي شي كومبيس فرانس للدراسة في فرنسا. إذا أتمنى أنكم استفدتم من هذه المعلومة وهذا الخبر الجديد من كومبيس فرانس. دائما أتقاسم معكم كل ما هو جديد فيما يخص لديمارش كومبيس فرانس. هنا خوتي ظهلو بالجام لايك لفيديو هذه بارطاج لفيديو ليستفيد الجميع من هذا الموضوع. جديد في القناة دير اشتراك ابونتوا بور مونكوراجي. إذن بون شانس أتوس بالتوفيق للجميع. لا بروشان فيديو إن شاء الله.